ورا بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى واحد رجع والتاني تاب ويا اللي تاب. شوف مين تفرق ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. كلام الزفت اللي انت قلته من شوية وهعرض عليك كمان ان انا اساعدك. هتساعديني ازاي بقى؟ اساعدك انك ترجع بني ادم، تتعالج، تخش مصحة للادمان، ترجع انسان طبيعي زي ما كنت الاول. بس هو قال حاجة يعني معرفش اذا كانت تهويش ولا بجد. حاجة ايه؟ قال انه رافع قضية بضم سهى ليه. ضم سهى؟ يا قلبه قلبك ده عديم الاحساس. أنا لما عرفت اللي حصل لك شبطت في البرنس وكنت حاسب له المكان. إحنا برضو يا أكرم بينا عيش وملح وعشرة، والعشرة ما تهونش غير على ولاد الحرام، وأنا ما ارضلكش الأذية. ما ترضليش الأذية؟ أمال اللي أنت عملتيه فيا ده كان إيه؟ ده بعينه هو فاكر نفسه إن إحنا تحت أمره؟ زمان يرمينا بمزاجه دلوقتي يرجع لنا بمزاجه؟ يا ريت تبلغي خالي يقول له إن إحنا خلاص شلناه من حساباتنا نهائي، ولا اقول لك خليه ولا يعبره. طيب تأنس وتشرف، ذا
زيك زي اي زبون، ولو تحب تفتح وجرسك ما عنديش. غلطت ان انا عرفت واحده عالمه زيك، لكن والله ما هسيبك واخلي ايام الجحيم. ليه كده يا معتز؟ انا ماليش ذنب في اللي حصل، وبعدين دي اراده ربنا، واكيد ربنا هيعوض علينا. بس بتفرق. بقى مش عايز اسمع الكلام ده. انت بتضحكي عليا ولا بتضحكي على نفسك؟ كلامك ملوش اي قيمه عند المسؤولين في الوزاره. معالي الوزير كلمني وكان منفعل جدا، قال لي الموضوع ده لازم ينتهي دلوقتي حالا. تنتهي ازاي يا فندم؟ للاسف يا طارق، مطلوب ابعادك نهائيا عن القضيه. ابعادي عن القضيه؟ ازاي يا سليمان بيه؟ انا القضيه دي خيطها في ايدي من اول يوم، وابعادي عنها بالشكل ده اهانه ليا وللجهاز نفسه. بعدين انا مش شايف سيادتك ايه دخل خناقتي مع شكري الباشا بالقضيه من اساسه. يا طارق ايه؟ اهدى اهدى، وكل حاجه هترجع احسن من الاول. يا فندم حضرتك ما ينفعش تستقيل، انت احسن واكفأ ضابط عندنا هنا في المديريه، ده كفايه ان حضرتك استاذي. وهو نفع يا شريف واستغنوا عني خلاص. بعد إذن حضرتك يا فندم، يا ريت تتدخل وما تقبلش الاستقالة بتاعة طارق بيه. يا فندم هو إن شاء الله كام يوم كده هيهدى ويرتاح ويرجع الشغل تاني. بص يا شريف، الموضوع أكبر مني. أوعى تفتكر إني مبسوط. طارق تلميذي وابني ومن أكفأ الضباط اللي اشتغلوا معايا. بس تهوره في الفترة الأخيرة ومشاكله الشخصية هي اللي أثرت على أدائه ووصلتنا للمشكلة اللي إحنا فيها. يا فندم طارق بيه عمره ما قصر في شغله، اسألنا انا، احنا كنا شغالين كويس جدا وواصلين لنتائج هايله. يعني المساله كانت كلها ايام وهنقبض على العصابه دي. ادخل. تمام ساعتك يا فندم. تعالى يا معتز. اقعد. معلش بقى ان انا جبتك في الظروف الصعبه دي، بس هنعمل ايه؟ ما باليد حيله. انا تحت امر سيادتك يا فندم. أنا ما اقدرش أتأخر عن الشغل لحظة واحدة يا فندم. أمورني ساعتك. معتز، أنت وشريف وسارة، أنتوا التلاتة اشتغلتوا في القضية دي مع طارق، وكل خيوطها معاكم. عشان كده عايزكم أنتوا التلاتة تكملوا، بس بقيادتك أنت. ولو عايز تضم أي حد للفريق ضم. بس أرجوك بقى، أنا زهقت من القضية دي، خلصني منها من المعروف. أنا بشكر سيادتك على الثقة الغالية دي يا فندم. وبوعد سيادتك إن أنا هكون عند حسن ظنك. وإن إحنا إن شاء الله هنقبض على التشكيل العصابي ده في أقرب وقت. وبوعد سيادتك كمان إن التراخي اللي كان حاصل في أحد طارق مش هيحصل تاني يا فندم. طب كويس، يلا بقى اتفضلوا أنتوا وتبلغني أول بأول. تحت أمرك يا فندم. شريف، بلغ سارة وحصلوني على مكتبي. بعد إذنك. الملف ده فيه كل العقود المسجلة. أنا مش هوصيك يا طارق، عايزك تشيله في حتة أمان قوي. طمن عامر بيه، هيتشاف الحفظ والصون. إيه يا طارق؟ مالك؟ مشاكل في الشغل ولا إيه؟ لا ما خلاص، ارتحنا من الشغل ومشاكله خالص. لا استنى استنى، راح عليا بقى وقول لي مالك في ايه. بقول لك ايه، انت لو عاوز حد تاني يكمل معاك القضيه دي انا ما عنديش مشكله، انا ممكن انسحب، وعلشان اريحك اكتر انا ممكن اخش بنفسي للي هو سليمان واكلمه واخلصك بقى من الموضوع ده يا معتز. اولا انا اسمي معتز باشا، اقول يا فندم ميري يعني.
ثانياً أنت مش شغال في طابونة عشان تنسحب أو ما تنسحبش. أنت في فريق العمل وعلى قوة القضية وهتنفذ اللي أنا أمرك بيه. لو عندك أي كلام تاني اكتبه في تقرير وقدمه لرئيسك المباشر اللي هو أنا. شغل الفوضى بتاع زمان خلاص انتهى. الكلام اللي أنا قلته ده موجه ليك يا حضرة الملازم سارة. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. وأنت يا حضرة الضابط الشريف هتكلف بمتابعة المراقبة السرية وهتقدم تقرير بشكل يومي عن كافة تطوراتها. وأنت يا حضرة الملازم سارة هتشوفي موضوع الكمبيوتر الجديد يمكن يظهر فجأة. ده بشكل مؤقت لغاية ما أحط خطة محكمة تمكننا من تضييق الخناقة على أفراد التشكيل العصابي والقبض على كل أفراده. مفهوم يا أساتذة؟ مفهوم يا فندم. مفهوم يا حضرة الضابط شريف؟ مفهوم يا معتز باشا. بعد إذن سيادتك. اتفضل. ولا يهمك يا طارق، ولا يهمك. مش يمكن القدر لعب لعبته علشان دماغك تروق كده واكسبك جنبي؟ قصد سعادتك اني اجي اشتغل معاك في المجموعة هنا؟ ولي لا؟ انت استقلت من الشغل اكيد طبعا، مش هتقعد في البيت كده من غير لا شغل ولا مشغلة. ولا مؤاخذة يا ابني، انت بدل ما تشتغل عند حد غريب انا اولى بيك. ده جوز بنتي وزي ابني، وبيني وبينك انا دلوقتي صحتي بقت يعني على قدها، محتاج اللي يقف جنبي ويساعدني. وانا تحت امرك عامل بيه، بس اديني فرصه افكر. لا 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 فرصه ولا غير فرصه. انت خلاص من النهارده تم تعيينك نائب لرئيس مجموعه عامر الديب اللي هو انا. من بكرة الصبح هيبقى تحت ايدك افخم مكتب في المجموعة كلها. ايوه عامل بيه، بس انا ما فهمش حاجة في شغلكم. يا طارق يا ابني، انت ذكي ولماح، هتتعلم شغلنا بسرعة، ما تقلقش. من بكرة هيكون تحت ايدك اكبر مجموعة مستشارين وخبراء في المجموعة. تحط ايدك في ايدي وتتكل على الله ونقول مبروك. الظاهر ان فعلا القدر لعب لعبته. على البركه يا عم بيه. مبروك علينا، مبروك علينا انت يا طارق. الو، اهلا يا نورهان هانم. يا ترى بقى ايه اللي اولاني شرف المكالمه دي؟ نعم؟ لا 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 لا، مقابلة ايه؟ أنا لا فاضي لمقابلات ولا الكلام فاضي من الكلام ده. أرجوك يا معتز بيه، خدني على قد عقلي، أنا مش هاخد من وقتك كتير. اتفضلي يا ستي، كلي آذان صاغية. لا لا لا، موضوع مهم جدا وما ينفعش يتقال في التليفون، وأعتقد إن العشرة الطويلة اللي بيني وبينكو تخليك ما ترفضش طلبي. طيب يا نورهان هانم، أنا هعمل حساب للعشرة وأجي قبلك، بس يا رب تكون المقابلة دي في موضوع مهم. تحب نتقابل فين؟ آه عارفه. خلاص أوكي، مسافة السكة وأكون عندك. وأنا منتظرك. مع السلامة. مع السلامة. مش عارف يا فتحي، بعد ما كنت بطمنك وبقول لك ان انا هعرف اتصرف معاه وانه مش هيقدر يعمل معايا حاجه، باكد لك دلوقتي ان انا بجد خايفه، خايفه منه قوي. انا مش عارفه ايه اللي جراله، ده اتجنن خالص. انت تتوقع ايه من واحد الشم اللي حاسنا فوق
وبعدين ده باعك انت شخصيا عشان خاطر شمه. ايوه صح. طب والعمل هعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف معاه. تتصرف معاه ازاي؟ اوعى تكون بتفكر يعني انك تروح تدي الفلوس اللي اسمه فريد ده. يا ريت هتيجي على الفلوس. احنا كل ما هنديله هيطلب اكتر ومش هيشبع عشان خاطر يشم اكتر. ايوه يعني انت ناوي تعمل ايه بالظبط؟ انا عايز ابعده عن طريق خالص. وهو لو كلمك او اتصل بيكي في التليفون انا عايزك تفهميه ان انت اتفقتي معايا ان انا هديله كل الفلوس اللي هو عايزها، وتاخدي رقم تليفوني تديهوله وتخليه يكلمني. فتحي رقم تليفونك ايه وبتاع ايه وايه كلام الالغاز اللي انت بتقوله ده؟ انا بجد مش فاهمه حاجه. انا زي ما قلت لك انا هدفي كله ان انا ابعده عن طريقك وهو مش في وعيه، وانا بقى هعرف اتصرف معاه كويس ان شاء الله ادخله المصحه بالعافيه. يا ريت يا فتحي بجد يا ريت. أظن إن أنا ما تأخرتش عليك. ممكن بقى هتقولي اللي عندك لأن أنا عندي أشغال ومستعجل. كتر خيرك فعلا أنت جيت في ميعادك، بس ممكن أنت كمان تهدى كده شوية وتشرب حاجة وبعدين نتكلم. من فضلك يا هانم أنا مش جاي الضيف. ممكن تقولي أنت عايزة تقولي إيه عشان أنا مستعجل. حنان. اشمعنى؟ حنان ما تستاهلش أبدا اللي أنت عملته معاها. لو كنت أعرف إن ده الموضوع اللي أنت عايزاني عشانه أنا ما كنتش جيت أصلاً، لأن دي أمور شخصية وأنا بقى ما بحبش حد يتدخل في أموري الشخصية. بس أنا مش غريبة، وحنان دي أكتر من أختي، وأنا قلت لك في التليفون إحنا عشرة عمر. آه عشان كده صنت العشرة، خليتها تيجي معاك النادي، تيجي مع واحدة بنت ملياردير مستهترة عندها وقت فراغ بتحب تقضيه في النادي، خليتيها تضيع اللي في بطنها. ضيعت عليا حلم عمري. شوف يا معتز، انت لو شايف ان انا السبب في اللي حصل فانا بعتذر لك واوعدك اني هبعد عن حياتكو خالص. هو على عيني، بس مفيش قدامي حل تاني غير كده اعمله. بس أرجوك حنان طيبة محتاجيلك، أرجوك أقف جنبها. ده بعينها اللي غلط يا هانم يتحمل نتيجة غلطته. أنا مش فاهمة أنت إيه يا أخي؟ ما عندكش قلب؟ ما عندكش ضمير؟ طب يكون في علمك بقى حنان دي لو لفيت الدنيا كلها عمرك ما هتلاقي ضفرها. أنا بستغرب حقيقي بستغرب، في حد يلاقي حد يحبه ويخاف عليه ويسونه ويعمل فيه كده؟ سيبك من الكلام ده، لا هيودي ولا هيجيب. الموضوع يا نورهان هانم خلاص انتهى. بلاش افتراء يا معتز، حنان ما تستاهلش منك كده. مش عشان يتيمه وملهاش حد يوقف لها تقوم تذلها بالطريقه بتاعتك دي. ملهاش حد؟ ما كفايه سعادتك انت يا هانم. شوف بقى يا معتز، ربنا ما بيرضاش بالظلم، لو فضلت تظلم حنان كده ربنا هينتقم منك وهتشوف. سيبك بقى من الكلام الفاضي ده، واذا كانت حنان هي اللي وسطتك ما بيننا قولي لها خلاص ما عادش يجي منه. انا خلاص هبتدي حياتي على نظافه، نظافه في الشغل بعد ربنا ما خلصني من طارق، ونظافه في البيت واتخلصت من حنان. عن اذنك يا نورهان هاني. مش مصدقه، معقوله في بني ادمين كده؟ مش فاهمه ايه ده؟ ايه البني ادم ده؟ كم السواد اللي في قلبه ده؟ بعدين ايه موضوع طارق؟ وحنان؟ ايه يا ساره؟ انت حددتي في المكتب ولا ايه؟
أصلا نفسي أروح، أنا تعبانة ومجهدة، حاسة إن أنا هنكت، بس هعمل إيه بقى؟ أمسي معتز. لو على معتز باشا ما تقلقيش، الباشا روح من زمان. روح؟ أمال إيه بس، إحنا عندنا خطط جديدة وشغل كتير وهنجمع مع بعض أول بأول. يا ستي ده شوية كلام قدام سليمان بيه، لزوم المنصب الجديد. الله يمسيه بالخير طارق بيه، والله ما كانش في حد زيه، ما كانش ليه في الكلام ده خالص، وكان عارف شغله كويس قوي كمان. يا بنتي طارق بيه ده كان حاجة تانية خالص. أنا اللي مجنني بقى موقف معتز، مش قادر أفهمه، ده أكنه كان مستني طارق بيه ده يسيب الشغل عشان يمسك مكانه. ده ما قالش كلمة حلوة في حقه، علما بأن هما شغالين مع بعض من زمان وأصحاب كمان. الكرسي بقى ليه بريقه، وإحنا في بلد لو في كرسي فاضي الناس ما هتصدق وتلزق فيه. لا يا سارة، مش مع طارق بيه، صدقيني الراجل ده اتظلم قوي، والإدارة كمان خسرته ومش هتعرف تعوضه. ده اللي هتثبته الأيام الجاية وهتشوف، وحقه هيرجع له لغاية عنده، والناس كلها هتعرف قيمة الراجل ده. يا ريت يا سارة، يا ريت. بقول لك إيه؟ أنا زهقان وقرفان ومش عاوز أروح، وبصراحة كده بقى واقع من الجوع، ما تقومي بينا كده أعزمك على العشاء، أهو نغير بقى جو الكئيب بتاع المكتب بتاعنا ده. لا أنا مش قادر، روح أنت، أنا هروح استريح. يا سلام، يعني أنت شايفة إن الحكاية كده تنفع، يعني هيبقى ليها طعم؟ هتشوف لك أي واحدة تروح تتعشى معاها، أي واحدة يعني من الناس بتاعتك دي، ما أنت عندك مقاطيع كتير قوي تسليك برضو يعني. يا بنتي أنا خلاص ربنا تاب عليا وهداني، وغير كده أنا عايزك أنت بقى تبقي معايا بالذات. ها ممكن تبطل تتعامل معايا كده؟ ها عشان أنا بجد مش واحدة منهم. يا سارة أنا عارف إنك مش واحدة منهم ولا شبههم. يا بنتي عيب عليكي، ده احنا بقينا عشرة، ده أنا دخلت بيتك وقابلت أبوكي راجل الطيب عم رضوان، وعارف كويس أوي أنا بتعامل مع مين. طيب أنا ممكن أقبل بس على شرط. أولا تاخدني مكان محترم. حاضر يا ستي، تحت أمرك. وثانيا تكون في منتهى الأدب. ولو اني حاسس انك بتربيني من اول وجديد، بس ومال، انا موافق. اي اوامر تانية؟ لا يلا بينا. طارق رفاعي بره عايز يقابل حضرتك. طارق رفاعي؟ ايوه يا باشا، طارق جوز نور هنان. انت متاكد يا مختار؟ يا باشا انا هتقع عن طريق ايه؟ طب وده ايه اللي جابه ده؟ اصل الواد ده مجنون، خد بالك. جرايه شكري، هتفضل سايبني واقف بره كتير ولا ايه؟ اسمع يا جدعان، انا اذا كنت سكت لك في الغردقه فعشان خاطر بنتي، وفي الاسم عشان الظابط اللي موجود، لكن هنا بقى والله العظيم مالك عندي غير هنا في الباب المكتب بالمفتاح، وهطلب لك البوليس والاسعاف. طب اهدى بس يا شكري، اهدى لا تقع من طولك. انا لا جاي اهدد ولا جاي اتخانق. امال عايز ايه؟ عايزها مظبوط. ايه دي المظبوط؟ قهوتي بشربها مظبوط. وصلنا على 2 قهوه يا مختار، وخليك جنب المكتب ما تبعدش عني. حاضر يا باشا. يا شكري مال قلبك خفيف كده ليه؟ انا ماليش اصلي في شغل البلطجه بتاعك ده. امال ليك في ايه يا شكري؟ في الخناق مع الستات وضربهم؟ انا ليا في البيزنس، ليا في الفلوس، ليا في النعيم اللي انت غرقان فيه انت ومراتك على حس حماك، ليا في بنتي، بنتي اللي انتوا حارميني منها ومش قادر اشوفها وقت ما انا عايز، ليا في حقي وطاري البيت مع حماك اللي كان عايز يسجني زمان،
ومصر انه يسجنني لغايه دلوقتي. شوف يا شكري، طارق مع عمرو الديب ده ما يخصنيش في حاجه. انا اللي يخصني مراتي وبنتها، لان دول مسؤولين مني، واللي هيفكر يقرب لهم حفرهم. وبتقول مش جاي تهدد؟ لا ده مش تهديد، ده اللي هيحصل فعلا لو فكرت تقرب لنورهان او سهى تاني. انت الظاهر ناسي ان سهى تبقى بنتي. على الورق، لكن اللي ربى وكبر وعلم واللي بيصلح اثار اللي انت عملته فيها هو انا. يعني انا ابوها اكتر منك. بعدين انت مش رافع قضيه لضمها، وانا راجل بتاع قانون. اللي المحكمه هتحكم بيه هيمشي على رقبه الكل واولهم انا. لكن لحد ما ده يحصل، ده لو حصل، مش هسمح لك تقرب منها. مفهوم؟ برضه اسمها سهى شكري الباشا، وهشوفها وقت ما انا عايزه. حضره الضابط اهو، حضره الضابط دي اللي كانت منعاني عنك، لكن دلوقتي خلاص قلعت الميري وفضيت لك. يعني ايه؟ يعني بقينا زي بعض، راجل لراجل. ده لو انت تقدر تقف قدامي لوحدك وتواجهني من غير ألعيبك ولا المحامي الحاوي اللي معاك. لو فكرت تقرب ناحية نورهان يا شكري، حواريك وش هتندم على اليوم اللي شفته فيه. وإذا كنت اللي عملته فيك قبل كده خلاك تروح تشتكي للوزارة، فأنا بقولها لك أهو، البدلة الميري قلعتها، يعني ما عندكش وزارة تروح تشتكي لها. سلامة شكري يا باشا. يا ريت تغير القهوة اللي انت ما جبتهاش اصلا، تخليها ليمون وتزود عليه السكر، وتشربه اللي مشغلك جوه عشان هيروح فين. هيحصل. خير يا باشا؟ طارق رفاعي كان عايز ايه؟ مش عارف، مش عارف ومش فاهم حاجة خالص. قاعد يهدد ويهرتل بكلام غريب، لكن كل اللي فهمته انه مبقاش ظابط. امال بقى ايه؟ انا عارف، أنا بقول لك مش فاهم حاجة خالص. خلاص سعادتك، ما نكلم رانيا أكيد عندها حاجة تفيدنا. صح صح يا مختار، رانيا أكيد هيبقى عندها الخبر اليقين، وهي اللي هترسينا الدنيا ماشية إزاي. إيه رأيك في المكان؟ حلو قوي. لو أكلهم هيعجبك كمان. مش قوي يعني، أنا بطبخ أحسن منهم. يا تعرف تطبخي؟ أيوة طبعا، هي الست تبقى الست من غير طبيخ. طيب اعملي حسابك بقى يا ست ان انا عازم نفسي عندكم في البيت عشان ادوق طبيخك بنفسي. انت ايه حكايتك يا شريف؟ انا شايفه ان رجلك هتاخد على البيت. يعني كلها كام زياره كده لغايه ما اشوف الحكايه بقى هترسي على ايه. حكايه ايه اللي هترسي على ايه؟ ما تشغليش دماغك، دي حكايه كده برتبها انا جوه دماغي. الشريف انا ما بحبش الكلام ليه اكتر من معنى. انا كلامي ملوش غير معنى واحد بس، وانت فاهماه كويس قوي، بس انا مستني الوقت المناسب. طب خلاص، بدل ما انت مستني الوقت المناسب بلاش نتكلم في الموضوع ده خالص. وساعتها بقى يا ريت تجيلي دغري وبلاش لف ودوران، وانا اوعدك ان انا هكون دغري لان دي طريقتي الوحيده. انا عارف الكلام ده كويس، انت مش محتاجه تقوليه، واوعدك ان ده هيحصل قريب. خلاص سيبنا نكمل عشان وسيب الحاجات دي لوقتها. كلي يا حبيبتي كلي. طارق باشا، ايه رايك في المفاجاه دي؟ والله هي من جهه مفاجاه فهي مفاجاه، اما بقى اذا كانت حلوه ولا وحشه فده بيتوقف بس على السبب بتاع مجيئة حضرتك. لا دي زياره مش مقصوده، بس انا كنت قريب من هنا قلت اعدي اشرب حاجه. بعدين كان في حاجه جوايا كده بتقول لي ان انا ممكن اقابلك، اهو من كتر مراقبتي ليك عرفت ان ده مكانك المفضل. والله يا باشا رغم ان كلامك مش مفهوم ومش متركب على بعضه،
بس انست وشرفت. تشرب ايه؟ ولا حاجه. ازاي يا باشا؟ انت مش لسه قايل ان انت جاي هنا عشان خاطر تاخد حاجه تشربها على الماشي كده ولقيتني بالصدفه؟ طيب اطلب اللي انت عايزه، مش هتدفع حاجه، انت ضيفي. ما تسيبك من المجاملات الفارغه دي وتسمع انا عايز اقول لك ايه. اؤمر يا باشا. انا لعبت معاك جيم طويل وانا لسه في الخدمه. ايه؟ لسه في الخدمه؟ وده معناه انك سبت الخدمه لا سمح الله؟ حصل. شفت؟ شكلها طلعت مفاجاه حلوه، لان شكلك مبسوط. بالعكس يا باشا، انا مش مبسوط خالص، انا اتضايقت. عارف ليه؟ عشان اللعب اللي بينا كان فيه متعه، دلوقتي بعد ما حضرتك مشيت ده معنى ان اللعب اللي جاي كله مش هيبقى له طعم. طمنت ان طلعت على الخدمه فبتعترف قدامي عادي كده؟ لا يا باشا، ما تخليش مخك يروح لبعيد. انا طول عمري صاغ سليم، وحضرتك اكبر شاهد على كده، لانك لو كنت مسكت عليا حاجه ما كنتش رحمتني. انا قصدي يعني اللعب في اللعبه المشتركه اللي بينا، الشطرنج. ومين اللي قالك ان جيم الشطرنج اللي بينا خلص؟ ما تجيب من الاخر يا باشا وتقول انت عايز ايه بالظبط. انا عمري ما في قضيه وقفت قدامي، ولا في حد قدر يفلت من تحت ايدي غيرك يا فتحي. لا بالهدوء كده بقى وفهمني بالراحه. انا اتأذيت بسببك كتير يا فتحي. سبت شغلي، شغلي ده كل حاجه في حياتي. يا باشا ده انت معبي مني جامد. فضفض، اعتبرني اخوك يا باشا وفضفض لي. اللي فات كله كوم واللي جاي كوم تاني يا فتحي. انا وانا ضابط بوليس كنت متأيد بالقانون عشان اقدر اقبض عليك، لكن دلوقتي انا طلعت بره الخدمه، يعني مفيش اي حاجه تمنعني من اذيتك يا فتحي. ويا ترى بقى هتعمل ايه يا باشا؟ هتأجر ناس عشان خاطر يقتلوني؟ مش طريقتك ولا اسلوبك. اسمعني كويس يا باشا، انا مقدر حالتك وظروفك، بس عايز اقول لك حاجه. مش فتح زدان اللي بيتهدد، وبعدين حضرتك كنت في الخدمه ولا بره الخدمه، لا انت ولا عشره زيك تقدروا تهزوا شعره في فتح زدان. انا اذا كنت دلوقتي بسمعك وفتح لك قلبي فده بس عشان انت ضيفي مش اكتر. ما تسيبك من الكلام الفارغ والقلب الكبير ده وتقوم تقف لي راجل لراجل يا فتحي زدان. جرى ايه يا طارق باشا؟ ليه ده؟ احنا في مكان عام، ما ينفعش الناس تتفرج علينا، احنا اكبر من كده. ما ينفعش ليه؟ انا خلاص بقيت حر نفسي. لو انت خايف بقى دي حاجه تانية. انا عمري ما خفت، انا بس ما بحبش لعب العيال الصغيره. وانا ما يفرقش معايا انت بتحب ايه وما بتحبش ايه، وهاخد حقي منك بالطريقه اللي تريحني. عيب عيب يا طارق باشا، شغل الخناقات بتاع البارات والفضايح ده ما يليقش علينا، احنا كبار. اهدى بس كده وسيبني اطلب لك حاجه عشان تروق دمك. في دي عندك حق يا فتحي، طارق اللي بينا ما يخلصش بخناقه بارات، يخلص برقبه تطير. وايه اللي عايشك يا باشا؟ ده انت سيد العارفين، اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما يقولش. يعني بالبلدي كده وبالطريقه، اعلى ما في خيلك اركبه. ماشي يا فتحي، انا بقى حوريك مين اللي بيقول ومين اللي بيعمل، وهدفعك التمن غالي قوي. اسمعني يا طارق، اسف اذا كنت قلت طارق حاف كده من غير باشا. كعبلت مني في الكلام زي ما انت كده كعبلت في الداخليه واتطردت. احسن حاجه ليك انك تروح دلوقتي، تاخد دش ساقع وتنام،
تصحى ناسي كل حاجه. عارف ليه؟ عشان انت مش قد فتح زدان، ولو قربت جنبي او جنب اي حد يخصني بنقله صغيره في الجيم اللي بينا، هيبقى كش ملك مات. انا بقى اللي هوريك كش الملك يبقى ازاي. وانا في الخدمه كان مطلوب مني اقدمك لحبل المشنقه. دلوقتي انا هاخد عمرك. في صحتك يا باشا. ما تخافش ضرر.